تعيش بخير، بيع وشاري واكل شارب، بنتي معيشة بخير. وهذاك ناضو هزونا قالك استفادة، هزونا داونا واحد البلاصة يقول لها تمارا الشيقة براكة مقابل شقة، شقة تبعنا تبعتنا فيها الطريطة. الطريطة أنا فاش هزونا من هذيك البلاصة ناضو حيدوا لي حتى البلاصة فين تنبيعو تنشري، ما بقيت لاقي فين نخدم، ما بقيت لاقي حتى حاجة. القايد مشيت تنطلب فيه تيقول لي والله العظيم واخا يجي با والله لا حط في هاد البلاصه ومخلي ناس برانيين حاطين فيها. انا حاليا دابا عندي بنت مريضه، هي معاقه وهي بين يديا، حاليا ما تقدرش تشوفني مأزم، ما تقدرش تشوفني تنبكي، غادي تبدا تتبكي. معاقه مريضه، ما تتاكل ما تتشرب الدوايات. دابا ما بقيتش نلاقي باش نخلص لا طريطه لا ما لا ضو، ولادي غادي يلوحوا من الزنقه. تنطلبوا من الله ومن العداله ومن المسؤولين ومن كل شيء. اليوم جيت لهنا على ود لحقاش تبعوا بيا شكوى باش يلوحوا لي ولادي للزنقه، حيت ما تخلصش الطريق في تماره في الشيقه عماره الفردوس. تنطلب من الله ومن المسؤولين ومن جميع المؤسسات ويوقفوا من جهتي ومن جهه هذه البنت. انا ما بقيت باغي والو، بغيت بناتي ما تلاحوش ليا الزرقاء. هي بنت معاقه كما تقول، يوقفوا مع المعاقين، هي معاقه يوقفوا معها باش ما تلاحش الزرقاء. البنكه اللي تبعت بيا شكايه، انا ما تنديش الفاتوره ديالي كل شهر، لحقاش ما بقاش عندي منين ندخل سميتو. انا خلصت واحد 10 شهور، من بعد ما بقيتش قادر نخلص الماكله واحد فيها انا وليدات. لقاش شنو البنت عايشه غير بسيري لاك ودانو، ما تاكل شي حاجه من غير سيري لاك ودانو والدوايات. كنتي كتعاني من شي مرض؟ هي معاقه كامله، هي بين يديا دابا، ما تتهضر ما تاكل ما تتشرب. عندها لبسي مخ صغير. شحال عمرها؟ عمرها 7 سنين دابا. وتنطلب منكم ومن الله ومن المسؤولين يشوفوا من حالي ومن حال هذه البنت، هذا الشيء اللي كاين. دابا الجلسه الثانيه هما رجعوني قالوا لي سير عاوتاني وخروني حتى ل10 في شهر 3. دابا انا تنتسنى القضاء شنو يدير، ولين القضاء راه والو بنت غادي خرا يلوح لي ولادي للزنقه. نطلب من الله ومن العداله ومن المحسنين يشوفوا، تقولك تشوفوا من حال من المعاقين ذوي الاحتياجات الخاصه. هي ذوي الاحتياجات الخاصه، عييت ما نجري جمعيات، هي لو الدواء ديالها 7 سنين وانا تنجري في جمعيات والو، ما كاينش شي جمعيه اللي صفاتني. تنجري في جمعيات لو الترويض، ما كاينش شي جمعيه اللي صفاتني والو والو. اخوتي انا كنت نبيع وتنشري، فاش حيدني لقيت ما بقيتش نبيع وتنشري، وليت عساس حارس ليلي بالليل، تنعس على 20 طوموبيل، 20000 ريال في الشهر، 20000 ريال في الشهر. خوتي جو ندير لكم يلاه تشوفوا بعينيكم، نوريكم مقر البلاصه فين خدام، بلاصه فين عايش. سولوا عليا الناس كي كنت وكي وليت، ما كان ما راه ما دابا تنهضر معكم وما قادرش نهضر معكم، والله ما عرفتش ما نقول لكم، ما قادرش لحقاش ما مولفتش ندلل شي واحد ولا نطلب شي واحد ولا شي حاجه، مولفت نخدم بدراعي وهز وليداتي ديما، ما كنخاصهم والو. وليني من نهار فاش طلعت بهاد المشكل ما بقى ما لقيت حتى واحد اللي وقف جنبي، حتى واحد اللي وقف لي جنب ولادي، حتى واحد اللي يعاونني والو. رسالتي الاخيره والمغاربه والناس اللي تيشوفوني، اللي بغى يعاون هاد البنت، اللي بغى يدير شي حسنه في الدنيا يعاونني. هي السكنة قبر الحياة هو الأساس، أما دواها ولا أي حاجة أنا تنقدر نتقاتل عليه بأي طريقة نقدر نجيبو، لأن قبر الحياة ما بغيتش بنتي تلاح لي الزنقة، هادشي اللي كاين.